أوه أنا شائعة جداً، أطعموني. ماذا؟ هل يتهيأ لي أم أنها حفيدتي الجائعة؟ أنا آتية. من يبكي هكذا؟ فقط أختي الصغيرة قادرة على البكاء هكذا، لابد أنها جائعة. أوه، من يبكي هناك؟ بينما الشيف يعمل لا ينبغي لأحد أن يجوع. أنا آتية. أوه، كم أنا جائعة. جدتي أنت هنا؟ ونانسي أيضا؟ والشيف، ممتاز. هيا أطعموني شيئا لذيذ لننطلق. أنا أريد البسكويت. سهل جدا. حسنا، هيا بنا. أنا لم أقم بإعداد بسكويت من قبل. أوه، هذا شوباك. علي ضرب العجينة هكذا. عزيزتي، ليس هكذا. دعيني أريك. تمدي العجينة بالشوبك هكذا وتقطعي بعض الدوائر، تضعيهم على صينية الفرن وبعدها إلى الفرن. والآن ننتظر فقط. لقد صنعتم كل شيء بسرعة، كيف ذلك؟ اللعنة، ربما هذا الشيء سيساعدني. بالضبط، من المريح جدا أن أقطع شكلا دائريا به. إذن ما هي الخطوة التالية؟ السكيتلز، أنا أعشقه. أضع البسكويت الضخمة في الفرن. والآن بسكويتاتي جاهزة. الشيء الرئيسي عدم المبالغة في خبزها. رائحة طيبة، هذا مثالي. هذا أبعد ما يكون عن المثالية سيدتي. الآن سأريكم المثالية والكمال. أدهن هذه القطع بالكريمة وأركبها معاً وبيتي جاهز تقريباً. تبقت فقط الزينة. الآن أضيف إليها السكر البودرة في الأعلى. ويبدو مثل الثلج تماماً. هذا هو الكمال. واو، هذا رائع فعلاً. لكن ما هذا؟ نار، نار، هناك شيء يحترق. بسكويتتي احترقت، اللعنة. ما هذا؟ ذابت الحلويات بسرعة، اللعنة. أختي، أنا آسفة. واو، من أين سأبدأ؟ ما هذا؟ لا تبدو شهية على الإطلاق. هؤلاء أفضل بكثير. وهذا المنزل يبدو جميل، سأبدأ به. ولذيذ أيضا. هذا مثالي، أنا أعشق هذا المنزل. لن أجرب أي شيء آخر، المنزل هو الفائز. مبروك شيف. شكرا لك. لم أتناول البرجر منذ فترة طويلة، حضروه لي. إيوه، هذا مقزز. لحمة نيئة، لا أريد صنع البرجر منها. لكن لدي فكرة، سأصنع برجرا حلو لأختي وستحبه بالتأكيد. سأضع هذه النوتيلا. شهي. والآن بعض المارشميلو. لكن البرجر الحقيقي يحتوي على شريحة لحم لذيذة. سأحمص الخبز أولا. لكن ماذا تفعل الشيف؟ هذه حيلة جيدة. لكن ما هو أهم من هذه الحيل البارعة هو طهي كل شيء بحب، وأنا بارعة في ذلك. الآن أقلي شريحة اللحم هذه، والآن يمكنني قلبها. ماذا تفعلي؟ ألا تري جدتي؟ أنا أحمص هذه المارشميلو. ممتاز، الآن أضيفها إلى البرجر. أضيف شرائط المرميلاد المفضلة لدي وخبزة في الأعلى. تادام، أفضل برجر في العالم جاهز. وأنا علي أن أتنافس مع هؤلاء الهواة. حسناً، لن أشتت انتباهي بأي هراء آخر. البرجر اللذيذ الخاص بي جاهز تقريباً. يمكنني تقديم هذا البرجر في أي مطعم من الدرجة الأولى. الطبقة الأولى جاهزة، والآن نضع باقي الطبقات. ما رأيكم بهذا البرجر؟ يمكنكم أكله طوال الأسبوع. كالعادة أيها الشيف، أنت تعاقدي كل شيء. البرجر أبسط من ذلك بكثير. لا أنسى المايونيز والكاتشب. الجميع يحب هذا المزيج. جميل. ماذا تفعلي مجدداً؟ آسفة جدتي، لقد نسيت تقريباً تزيين البرجر.
لقد انتهى الأمل، لا تقلقي، حان وقت التذوق الآن. واو، انظروا إلى هذا البرجر الضخم، لا يمكنني حتى قطمه، إنه ضخم ولذيذ. يعجبني، الآن انتقل إلى برجر جدتي. لسبب ما انهار كل شيء. لا، لن أكله. هل هذا برجر حلو؟ أجرب؟ نعم، لذيذ. يا إلهي، هذا البرجر شهي جداً. هناك مارميلاد وأشياء لذيذة في الداخل. والفائز الشيف. كنت أعلم. أتعلمون ما أحب أكثر من البرجر؟ الناجتس. جدتي، استيقظي، هناك تحدي. نعم، أنا هنا. ناجتس، هذا سهل، أضيف بعض الزيت إلى المقلاة. تريد الزيت؟ تفضلي عزيزتي، لكن كوني حذرة. لماذا لا تسكب هذه الزجاجة؟ هيا. كم أنت خرقاء، يجب أن أعلمك كل شيء. بالعودة إلى الناجتس، نقطع الدجاج إلى قطع، أكسر بيضة في وعاء وأخفقها جيداً. الآن أغمس قطع الدجاج في البيض، ثم في فتات الخبز. وهذا كل شيء، الآن أقليها. انظروا إلى هذا الجمال. هذه ليست وصفة سيئة لكافيتيريا أو مقصف بالطبع، لكن في مطعم حقيقي يتم إعداد هذا الطبق بشكل مختلف تماماً. الآن سترون بنفسكم. وها هو النيتروجين السائل لطريقة تقديم مميزة. توقفوا، لماذا يجب أن أهتم؟ هناك ناجتس جاهزة، أنا فقط سألفهم بهذا الجبن. وفي التشيتوس، نعم علي فقط تفتيت التشيتوس بشكل جيد. فقط انظروا إلى هذا الفتات، لنرى ماذا لدينا. سنصنع ناجتس معجزة في هذه المقلاة. يا له من جمال. آمل أن تعجبك يا أختي. كنت أن أنسى أهم شيء، الكاتشب. كل شيء جاهز الآن. واو، يا له من عرض تقديمي غير عادي. الآن سأتذوق. ليكون صريحة، الطعم ليس شهيا جدا. سأتذوق هذه الناجتس الاعتيادية الآن. إنها شهية جداً. ناجتس على عود. واو، هذا مريح. وهناك الكثير من الجبن. نعم، مبروك، هذا الفائز بالتأكيد. شكراً أختي. أريد حقاً تناول بيتزا لذيذة. على الفور. حسناً، الآن صغيرتي، لدي صلصة خاصة مثالية للبيتزا. أنشر بعض الصلصة على قطعة من العجين، ولا أنسى الجبن وبعض قطع السجق. نعم، أضع البيتزا في الفرن الآن وأنتظر. انظري، يوهو، انظروا إلى عجينتي. سقطت، اللعنة. جدتي، شكرا لك. الآن أستطيع أن أصنع بيتزا مثالية. من يحتاج إلى معجون الطماطم عندما يكون لديه مارشميلو؟ الآن أضعه على العجينة هكذا، أضيف السكيتلز، وأرسم قوس قزح حقيقي بهذه الألوان. واو، يا له من جمال. ما رأيك يا جدتي؟ أليس رائع؟ أحسنتي. من رائع في ذلك؟ الآن أحول هذه العجينة العادية المملة إلى عجينة سوداء. الآن هذا أمر مختلف تماماً. وبهذا الشوبك نطرح العجينة. الآن أضيف معجون الطماطم. هذا معجون الطماطم المفضل لدي، المثالي للبيتزا. الآن نبشر بعض الجبن. وبالطبع المكون السري والأساسي لوصفتنا، الجمبري. بعض بلح البحر والطماطم الكرزية، والبيتزا جاهزة تقريباً، تماماً كما في أفضل مطاعم باريس. الآن علينا الانتظار. حان الوقت لإخراج تحفة الفنية من الفرن. شهية طيبة. تبدو لذيذة. إنها مقبولة. هذه بيتزا غريبة.
بلح البحر؟ إيو، أنا أكره المأكولات البحرية وخاصة على البيتزا. لا، لن أجرب ذلك، لكن هذه سأجربها بكل سرور. أوه، انظروا إلى هذه السكيتلز. مقبولة، لكنني توقعت المزيد. والآن سأجرب بيتزا جدتي. واو، هذه البيتزا تبدو مثالية تماماً. أوه، بالضبط ما أراد، هذا الشهي. نعم، أنت الفائزة جدتي. شكراً.